السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده ممتاز لو انت عندك بحث علمي او ملف PDF، تقدر انت ترفع الملف دوت، واول ما ترفعه تبدأ تتعلم على اي جزء وتقول له لخص لي الجزء دوت، اشرح لي الجزء دوت، وهكذا. هي دي فكرة الموقع، ان هو يقدر يفهمك الاوراق العلمية. في اي اختصار انت مش فاهمه تقدر تقول له الاختصار ده هو ايه، فيقول لك الاختصار ده معناه ايه. فممكن تسأله اي سؤال، يعني ممكن ترفع الورقة وتقول له طب انا بكلم مثلا ايه هو الحاجه الفلانيه، طب ايه افضل حلول، وهكذا. فتقدر تناقش معاه بحيث ان انت تستوعب الورقه العلميه بطريقه افضل ان شاء الله.